إذن مشاهدينا متابعينا عبر قناة كويت سبورت في تلفزيون دولة الكويت، أنا طارق الملا أجدد لكم التحية في هذه المتابعة في ختام الجولة الساسة ما بين العربي ونادي الكويت، واللقاء اللي يجمعهم في استاد صباح السالم بالنادي العربي في هذه المواجهة المهمة ما بين الفريقين، واللي نطمح أن نشاهد ونتابع مباراة تليق باسم الفريقين وتاريخ الفريقين في كرة القدم. إذن الاستعداد لهذه المباراة، لكن البداية راح تكون في اعتزال لاعب النادي العربي أحمد النجار في هذا اليوم بإعلان رسمي بالاعتزال في هذه المباراة اللي تجمع نادي الكويت والنادي العربي هنا في استاد صباح السالم بالنادي العربي. يتم الآن الاستعداد لمرحلة برنامج الاعتزال المبسط لأحمد النجار، أتمنى التوفيق أحمد النجار، وهو أيضا واحد من إداريين النادي العربي. يقوم الآن السيد رئيس النادي العربي عبد العزيز عاشور ورئيس نادي الكويت السيد خالد الغانم بالسلام على اللاعبين قبل بداية هذه المباراة، احتفاء أيضا بأحمد النجار اللاعب السابق للنادي العربي. وفي هذه المناسبة أيضا في حضور الجماهير لتودع أحمد النجار أيضا باعتزال رسمي مع هذه المباراة. إذن كل الشكر والتقدير لمن ساهم وأعطى الأهمية لهذه المباراة لاعتزال أحمد النجار اللي في هذا اليوم أيضا، ويودع الملاعب إعلان رسمي لقطة جماعية للاعب المحتفى فيه والرعاية لهذه المباراة والحضور من رئيس النادي العربي عبد العزيز عاشور ورئيس نادي الكويت خالد الغانم. ويبقى الوفاء لجمهور الوفاء في وداع أحمد النجار اليوم في حضورهم ودعم أحمد النجار في هذه المباراة. إذن كل التوفيق لقادم الأيام لأحمد النجار وهو الإداري الحالي في النادي العربي. إذن في هذه المباراة أيضا حكام هذا اللقاء علي محمود الدولي، حكمنا الدولي الكويتي علي محمود، مساعد أول عباس غلوم، مساعد ثاني علي إشراق، حكم الرابع علي الحرز، وبالنسبة لتقنية الفار أيضا سعد الفضلي وأحمد الصادق. واضح معنا بالصورة. إذا كل التوفيق لحكام هذا اللقاء، لكن راح نستذكر أسماء من هم في أرضية الملعب. بالنسبة للنادي العربي عمار البلوشي، فهد زويد، جمعة عبود، أحمد إبراهيم، علي عتيج، هذا بالنسبة لخط الدفاع. أما بالنسبة لخط الوسط خافي توريس، عبد الله الشمالي، ماريو سيلفا، ويتقدمهم يوسف قلفة وسنوس الهادي وفيصل عجب، هذا بالنسبة لهجوم النادي العربي. أما بالنسبة لنادي الكويت حميد القلافي حراسة المرمى، مشاري العنزي، عمرو الميداني، فهد الهاجري، سامي الصانع في خط الوسط، عبد الله البريتشي، عبد الواحد سيسوكو، جمعة سعيدي تقدمهم في خط الهجوم، فيصل زايد، يوسف ناصر، دييغو كالجيرون. هذه بالنسبة لأسماء منهم في أرضية الملعب بالنسبة لنادي الكويت.
إشارة البدء أيضا من المراقب الإداري حامد كميل يعطيها إلى علي محمود. إذا صافرة البداية والكرة لصالح النادي العربي. إذا العربي قادم بنقطتين فقط مع حسام السيد المدرب السوري اللي بيقود هذا الموسم. العربي يواجه أصدقاء الأمس نادي الكويت، هو في العام الماضي أو من الموسم الماضي كان هو المدرب لنادي العربي، يأتي اليوم ليكون هو المدرب المنافس في هذه المباراة أمام العربي. أما بالنسبة لنادي الكويت 13 نقطة متصدر في الترتيب، ويطمح بعد أن تعطل المنافسين في المباراة السابقة القادسية والسالمية في يوم أمس، التعادل بالنسبة لكاظمة والنصر، والتحرك اليوم للتقدم في الترتيب العام مع ختام الجولة السادسة، وبعدها أيضا يتوقف الدوري قارب شهر ونصف تقريبا لاستحقاقات منتخب الكويت لمنافسات كأس العالم. والتوفيق بإذن الله لمنتخب الكويت في منافسات المنتخب القادمة. كرة لصالح نادي الكويت، شاري العنزي من نجوم الشباب في نادي الكويت، كرة ملعوبة في الأمام إلى يوسف ناصر، تطول أقرب لها فيصل زايد، كرة مع نادي الكويت ناحية اليسار، أول لصالح نادي الكويت. الكويت يلعب بطريقة 4-2-3-1، أما بالنسبة للنادي العربي 4-4-2 بتشكيلة على أرضية الملعب، لكن أكيد اختلاف التقدم والمراكز بالنسبة للفريقين. عبد الله البريتشي اللي راح ينفذ الخطأ لصالح نادي الكويت، كرة ملعوبة داخل منطقة محاولة لكن تنشال من توريس، يبعد الخطورة، ترجع مرة ثانية، كرة مع نادي الكويت ناحية اليمين إلى فيصل زايد، لكن علي عتيج حاضر. سلام علي عتيج في أرضية الملعب. جمعة سعيد، كرة مع نادي الكويت. بالسلامة علي محمود، وقف اللعب، تأكد من سلامة اللاعب، الارتقاء كان عالي والسقوط في أرضية الملعب. جمعة سعيد المخضرم وأهم لاعب كمحترف ما بين المحترفين، علي محمود يسقط الكرة وترجع. إذن هي كانت مع نادي الكويت. إذن طموح وتحدي، يعني رغم أن العربي نقطتين لكن الجمهور وفي موجود وفي وتابع، لأنه يدري أن تاريخ العربي تاريخ كبير وغير راضي عن أي مستوى ممكن يقدمه. يعني شوف الحضور، رغم أن المباراة الأخيرة كانت 4-1 أمام نادي كاظمة، لكن حاضر ويفعل كل ما عنده لأجل التشجيع والمؤازرة في هذه المباراة أمام المتصدر، أمام صاحب اللقب الأخير والطامح للقب جديد. كرة ملعوبة لصالح نادي الكويت، فيصل زايد، كرة معاه تلعب كاديرون، شايد على المرمى لكن تضرب، ترجع خطرة، يوسف ناصر، جول أول لصالح نادي الكويت، جول أول بالدقيقة أربعة، هدف أول بعد ما تابع كرة ضربت في لاعبين النادي العربي لتروح الكرة سهلة إلى يوسف ناصر ويحطها على طول على يسار حارس مرمى النادي العربي. أول أهداف، شوف العادة، كرة يعني ربط دفاع النادي العربي، تابعها يوسف ناصر بنجاح، يحطها في يسار على يسار حارس مرمى النادي العربي، هدف أول. شوف الإعادة، أوضح الإعادة فيها يعني وضوح لتمركز اللاعب والتسديد الناجح في مرمى النادي العربي ليعلن
أول هدف في المباراة. ممكن يتابع يقول إن على الورق المباراة هي لصالح نادي الكويت، لكن النادي العربي وتاريخ النادي العربي لا يرتبط مع هذه الأحداث. رغم النقطتين، إمكانية موجودة، كرة القدم ما تعرف المستحيل. إذا عرف لاعبين النادي العربي قيمة تاريخ النادي العربي ممكن يؤدي ما عليه في هذه المواجهة ويحرج المتصدر وصاحب اللقب. أما بالنسبة لنادي الكويت، إذا عرف قيمة الإنجازات كلاعب في أرضية الملعب، أنه يلعب في منظومة متكاملة في نادي الكويت، أيضا راح يؤدي ما عليه. وإلى الآن يوسف ناصر يؤدي ما عليه ويتابع كرة ويسجل لنادي الكويت أول الأهداف. كل التوفيق للفريقين لمتابعة أحداث المباراة اللي الكل يتابعها، خاصة هي المباراة الوحيدة اليوم. وفي ختام الجولة السادسة قبل التوقف للمنافسات الدولية الخاصة لمنتخب الكويت، كرة ملعوبة، فاول لصالح النادي العربي، فاول كرة ملعوبة في الأمام طويلة ناحية اليمين إلى قلبها، بيحاول بيتابع كرة لنفسه، أيضا بيتابعها لكن بالطول، والكرة لخارج الملعب لصالح نادي الكويت. ركلة مرمى. العربي عنده 16 لقب، وتخيل معاي في آخر لقب 2001 2002 كان هذا اللقب رقم 16، وجميع المنافسين بعيدين عن الألقاب بهذا العدد. وهذا يوسف ناصر ليؤكد نجوميته في هذا الموسم مع نادي الكويت، ويكون الرغم الصعب في تحقيق الأهداف في هذه المرحلة خاصة مع نادي الكويت. كرة ملعوبة، جمعة سعيد مع مشاري العنزي، جمعة سعيد بالنص، عبد الواحد بيتابعها، وانتو جميل، مشاري العنزي كرة متابعة بالنص إلى فيصل زايد نغلة، عبد الله البريتشي بالأمام، يوسف ناصر براسه إلى فيصل زايد، لكن توريس قاطعها لصالح العربي، زالت كرة لصالح العربي مقطوعة، لكن في فاول لصالح العربي، فاول لصالح العربي، وإلى ملعوبة في الأمام لصالح العربي، فيصل عجب بالطول ترجع مرة ثانية، كرة لصالح العربي، شمالي ينقلها ناحية اليسار إلى الهادي الزروسي، حلوة بيمر، هذه خطرة لصالح العربي بيحطها بجول، لكن التغطية من لاجري يغلق المنطقة، يغلق أيضا أي ممر ممكن، كرة بتروح، كرة ما زالت لصالح النادي العربي، يوسف قلبها نغلة محاولة لكن بالطول ومقطوع الكرة لصالح نادي الكويت. حلوة بداية العربي بنغلة من جهة اليسار، وهذه النغلة الثانية من اليمين، لكن مرت خطورتها. إذن هدف ممكن يفتح المباراة، لنشاهد منافسة في أرضية الملعب، كرة ملعوبة ناحية اليمين لكن طويلة على يوسف قلبها لخارج الملعب، ركلة مرمى لصالح نادي الكويت، واحد نادي الكويت لا شيء. العربي يوسف ناصر دقيقة 4، جدد التحية لكل من انضم معنا ليتابع هذا اللقاء عبر قناة الكويت سبورت في تلفزيون دولة الكويت. ختام الجولة السادسة ما بين العربي والكويت، دور فيفا للدرجة الممتازة 2019-2020. كرة ملعوبة بالنص لصالح العربي، ماريو سيلفا لكن مقطوعة، ميداني إلى لبريتشي نغلة طويلة في الأمام إلى كالديرون، لكن جمعة عبود وأحمد إبراهيم يبعدها لخارج الملعب، رمية تماس لصالح نادي الكويت، كالديرون أداء عالي
اهداف سجل لصالح نادي الكويت. رمية تماس ماريو سيلفا لاعب الوسط العرباوي البرازيلي، لاعب مهم جدا، اشتراكه في هذه المباراة هي اضافة اكيد في هذه المباراة. كرة ملعوبة، سيسوكو طويلة ناحية اليسار، يوسف ناصر بروسة لكن مقطوع، عبد الله الشمالي كرة مع العربي، يوسف قلفه ناحية اليمين ينطلق فيها بيحاول يتقدم، يوسف قلفه ينتظر مساندة، علي عتيج معه لكن يغير فيها بالوسط إلى ماريو، ماريو كمل فيها إلى الهادي، هادي زينوسي كرة محاولة ناحية اليسار، ممكن خطرة، ممكن تلعب بالراس لكن بتمر أيضا طويلة، أقرب لها مشاري العنيسي اللي قطع من أمام قلفه ينطلق فيها، يلعبها إلى يوسف ناصر بالنص لكن مقطوعة، تروح الكرة إلى العربي، خافير توريس، ماريو كرة مع العربي، الأخضر اليوم يواجه الأبيض بكل ما عنده لتعديل الترتيب، وهو الآن متذيل بفارق هدف واحد يتقدم على نادي اليرموك، يطمح بالتغيير عبر هذه المباراة، وحتى لو كان هو ينافس المتصدر، حتى لو كان ينافس هو صاحب اللقب الأخير، لكن هذا هو العربي في هذه المنافسة، لا شيء مستحيل في هذه المنافسة. فيصل زايد هي براسه إلى يوسف ناصر، بمر علوة نغلة، خطرة لكن بتمر طويلة على كالديرون، سريعة لخارج الملعب، فرصة كانت لصالح نادي الكويت، ونغلة كانت عرضية ممكن تكون مؤثرة، خطرة على مرمى النادي العربي لكن مرت سريعة. كرة ملعوبة، جمعة بو طويلة في الأمام ناحية اليمين، قلفه بيب راسه، فيصل عجب ينتظر كرة، لحد الآن ما استلم كرة صحيحة ممكن يستفيد منها العربي، مقطوعة لصالح نادي الكويت، فيصل زايد بالنص أكثر من جيم يتقدم فيه الزملاء، ينتظر فيه الكثير من نغلة سليمة مثل هذه الكرة إلى سامي صانع، لكن في خطأ فاول لصالح نادي الكويت في مكان يعني فيه استفادة، جهة يسار مرمى النادي العربي، الإعادة سامي الصانع، شوف وصعود في أرضية الملعب، سامي الصانع إذا فاول لصالح نادي الكويت. فيصل زايد، يعني بالمناسبة فيصل زايد نقول له مبروك، رزق اليوم لله الحمد بمولود أسماء زايد، يصبح فيصل زايد أبو زايد، مبارك لفيصل زايد بمناسبة المولود علي محمود، يغادر الملعب يتأكد مع تغنية الفار عن مكان الخطأ، شوف الإعادة واضحة مع علي محمود، يتأكد إذن علي محمود حكم المباراة يستخدم تغنية الفار، يرجع إذن لصالح نادي الكويت، ركلة جزاء بالدقيقة 14، يظهر أن الكرة والخطأ برؤية حكم المباراة، أنا داخل منطقة 18 وعليه أيضا اتخذ القرار علي محمود بأن الكرة فيها ركلة جزاء دقيقة 14، ركلة جزاء لصالح نادي الكويت، شوف الإعادة والخطأ، الاحتكاك مع فهد زويد وسامي الصانع، والرجوع لتغنية الفار، إذا ركلة جزاء
يوسف ناصر على التنفيذ، عمار اشكناني في مرمى النادي العربي، ويوسف ناصر على التسديد. من انت اذن وركلة جزاء يوسف ناصر، والجمهور يتابع والعرباوي يتابع، وانذار على احمد ابراهيم مدافع النادي العربي. يظهر الكرت الاصفر اذا ركلة جزاء. عمار بلوشي، عمار بلوشي مرمى النادي العربي، يوسف ناصر واللي راح يسدد. يوسف ناصر ركلة جزاء، حطها، جول جول. هدف الثاني، هدف الثاني في الدقيقة 16، هدف الكويت الثاني، هدف الكويت الثاني ركلة جزاء. إعادة، 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 إعادة. يظهر فيها إعادة، لأن أحد لاعبي نادي الكويت دخل منطقة الجزاء أثناء التنفيذ. وممكن إذا نقول شوف الإعادة، نعم أيضا ممكن الفار أعطى التنبيه بالنسبة لي لإعادة هذه الكرة، ممكن إذا كانت واضحة. إذا مرة ثانية يوسف ناصر سدد، جول جول، هدف من ركلة جزاء، من ركلة جزاء. إذن هدف لصالح نادي الكويت، دقيقة 17 أيضا مع الإعادة لتنفيذ ركلة الجزاء. يمكن يتساءل يعني إعادة كانت بسبب دخول أحد اللاعبين، وممكن أيضا تقنية الفار وحكام تقنية الفار ممكن يعطي إفادة بدون الرجوع، أيضا شيء متاح بالنسبة لحكام المباراة. إذن اثنين نادي الكويت لا شيء العربي مع الدقيقة 17، هدفين لصالح نادي الكويت. كرة ملعوبة، تنذرون سامي الصانع، تنذرون كرة منقولة مقطوعة لصالح العربي. الهادي سنوسي، خفير توريس بالنص لصالح العربي، سنوسي الهادي بيلعبها إلى فاز ويد، حاول اضرب، ترجع الكرة لصالح العربي. الهادي السنوسي، كرة مع العربي، كرة شايد، حلوة 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 قوية الحقيقة، عطنا كرة خفير توريس على مرمى نادي الكويت خارج منطقة 18، والعادة سلم على طول بيسارة قوية، مرت قوية. كرة ملعوبة بالنص مقطوعة، نادي الكويت اقرب لها فيصل زايد الى يوسف قلفة، قلفة بالنص الى ماريو سلفا، يحاول ينقلها بالنص ايضا شمالي، تنقطع نادي الكويت، ترجع توريس قاطعها، وفي احتكاك وفي فاول، فاول الجيرون واحتكاك مع خافير توريس. إعادة، هذا الاحتكاك إذن في فاول، فاول لصالح العربي في وسط الملعب. الجيرون هدف التعديل
أصبح مطلوب مع التحرك العربي في هذه اللحظات، لكن هدفين تصعب المهمة بالنسبة للنادي العربي. المباراة طويلة، في وقتها طويل، ممكن تتغير الأمور في أرضية الملعب، ممكن علي عتيج كرة مع العربي قلفه، لكن شيله من أمامه عبد الواحد سيسوكو في خارج الملعب، كرة ملعوبة قلفه لصالح العربي، رمية تماس لصالح نادي الكويت. تكلم عن لقاءات الفريقين، هذا اللقاء رقم 119، التقى الفريقين بنظام او من خلال الدوري 118 مباراة ما بين الفريقين. فاز العربي 37 مباراة من 118، وفاز نادي الكويت 43 مباراة. تعادل الفريقين من 118 مباراة 38 مباراة. يا ترى شنو هذه او ما سيكون في نتيجة هذه المباراة اللي ما زالت، والى الان جمهور نادي الكويت واللي يفرح، وفي السنوات الاخيرة جمهور نادي الكويت دائما هو اللي بيعبر عن فرحته الحقيقة، وجمهور اصبح جمهور الفرحة، يعني من الانجازات الكثيرة اللي حققها نادي الكويت. كرة ملعوبة لصالح العربي، محاولة بالنص مقطوعة لخارج الملعب، رمية تماس لصالح العربي، لكن بالمقابل العربي هو صاحب اول لقب، ودائما هو صاحب اول القاب في المسابقات. تكلم عن الدوري، هو صاحب اول لقب في اول دوري في 61، اول لقب من كأس الامير، اول لقب من كأس السوبر، ما عدا فقط كأس سمو ولي العهد. يعني العربي انجاز في كل شيء حقيقة. كرة ملعوبة لصالح نادي الكويت، يوسف ناصر رغم ان الهجمة لكن روح رياضية. برافو يوسف ناصر، يعني رغم ان الهجمة كانت فيها افادة كثيرة لصالح نادي الكويت، لكن مع سقوط لاعب النادي العربي روح رياضية كبيرة الحقيقة. برافو ليوسف ناصر. سلامات جمع عبود في أرضية الملعب، نعادة احتكاك، إذن واضحة نعادة، نعادة واضحة، بالسلامة جمع عبود. إذن يكمل علاجه جمعة عبود خارج الملعب. العربي سجل في مرمى النادي الكويت 126 هدف في 118 مباراة، أما نادي الكويت سجل في مرمى العربي 135 هدف من 118 مباراة، ومع الهدفين تكلم عن 137 هدف. يعود بالسلامة جمعة عبود لأرضية الملعب، كرة مع نادي الكويت، عبد الله البريتشي، ميداني سيسوكو بالطول، الكرة مقطوعة لصالح العربي، توريس بالأرض منقولة إلى فيصل عجب بغير فيها ناحية اليمين، قلفة بيحاول ما بين الاثنين لكن مقطوعة، شمالي بيلعبها طويلة لصالح العربي، ناحية اليسار سامي الصانع يبعدها، متابعة موجودة إلى الهادي، مقطوعة
جمعة سعيد لصالح نادي الكويت. الكرة كرة بالنص، فيصل زايد لبريتشي مع نادي الكويت، العمق لكن مقطوعة. جمعة ترجع مرة ثانية إلى زايد، خطرة يوسف ناصر لكن بعيد عن التركيز، الكرة بالطول لصالح العربي وإلى بيلعبها فزويد إلى حارس المرمى حميد القلاب. كرة مع نادي الكويت. أحداث الشوط الأول، هدفين في بداية المباراة. يوسف ناصر أيضا سجل الهدفين وهو صاحب هاتريك في المباراة الأخيرة أمام الساحل اللي فاز فيها الكويت 5-0. كرة ملعوبة، شاري العنزي بيرجعها، كاذرون جمعة سعيد إلى عبد الله البريتشي، سيسوكو بالوسط، نغلة إلى فيصل زايد، فيصل زايد عمرو ميداني إلى قلاف أجري نغل كرات نادي الكويت وإلى ملعوبة ناحية اليمين سامي الصانع لكن فيه زويد بيشيلها إلى خارج الملعب. الإعادة. إذن هذه المباراة مقامة في الساد صباح السالم بالنادي العربي ومع حضور جمهور الوفاء جمهور النادي العربي، لأن المباراة مهمة. تعود الحقيقة جمهور العربي في أي مباراة مهمة أن يكون حاضر ليدعم الفريق حتى لو كانت النتائج غير مرضية بالنسبة للجماهير. عمرو ميداني لصالح نادي الكويت بالنص إلى عبد الله البريتشي، مقطوعة لصالح العربي، قلفة مقطوعة عبد الله البريتشي، حلوة بيمر البريتشي بينقلها، هذه خطرة فيصل زايد بيمر بيتقدم بيحاول ما بين أربع لاعبين، خطرة لكن تنشال بالأخير أحمد إبراهيم. حلوة حلوة محاولة، يعني رغم تجمع اللاعبين لكن فيصل زايد كان بيمر، كانت خطوة 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 بالتقدم، واليوم عنده فرحة، يعني عنده فرحة اليوم فيصل زايد ويستحق أن يكون هو صاحب هذه الفرحة. وجماهير العربي تبحث عن الفرحة، تبحث عن هدف يغير فيها الأمور في أرضية الملعب. تعادل فقط من 5 مباريات، تعادلين فقط من 5 مباريات لعبها العربي أمام السالمية والشباب، وغير المدرب مارتينيز وقيادة لمدرب الشباب في مرحلة الشباب للنادي العربي، والتجديد من قبل إدارة النادي العربي الجهاز الإداري والفني. وسلامات شايف عبد الواحد سيسوكو في أرضية الملعب لكن خارج حدود الملعب، كرة اللعب عبد الله البريتشي طويلة ناحية اليسار تنقطع علي عتيج، ترجع مرة ثانية صالح نادي الكويت، شاري حاول مقطوعة توريس إلى العربي ناحية الهادي الزنوسي، حلوة بيتقدم، خطرة داخل 18 ممكن تكون خطرة خطرة شايد الله ماريو ماريو سيلفا بيحط له كرة الحقيقة لمتابعة مع الزنوسي الهادي ناحية اليسار لكن بتمر بتمر. يعني جمهور تفاعل مع هذه الهجمة، لو إنه هدف راح يعني يفرح الجمهور بشكل كبير، لكن مرت مرت ماريو سيلفا الزنوسي
في ثاني تقدم مؤثر حقيقة من جهة اليسار يؤدي أداء جيد. أول وهو اللي صالح نادي الكويت. دار علي عتيج، دار لعلي عتيج، شوف الإعادة والإعادة. وهذه إعادة لهجمة العربي، شوف الهادي منتصف الملعب تقدم بشكل جميل وبحث بانطلاقة سليمة الحقيقة من جهة اليسار، تابعها ماريو مرت بجانب القائم الأيسر لنادي الكويت. بالسلامة فيصل زايد، وهو اللي صالح نادي الكويت. شاري العنزي، فيصل زايد بالنص بالطول بالخطا بتروح الى فيصل عجب لصالح العربي، شايد على المرمى لكن بعيده. حلوه الكره الحقيقه بالخطا بتروح الى فيصل عجب لكن حطها بعيده. فيصل عجب يمكن هذه اول كره ممكن يستفيد منها فيصل عجب في الشق الهجومي، لكن حطها بعيده. كره اللعب شاري العنزي، فيصل زايد بالطول في فاول. فاول لصالح نادي الكويت. دكة احتياط العربي. والاعادة لزيدة فيصل عجب. فاول لصالح نادي الكويت. وانذار يظهر من سبب الاحتجاج الى يوسف قلفة، واضح من بعد الحديث مع حكم المباراة علي محمود يظهر الان ايضا انذار، قرار اداري من حكم المباراة. كرة اللعب شاري العنزي يحاول ينقل كرة، فيصل زايد مشاري العنزي مرة ثانية، لمسة واحدة إلى مشاري لكن جمع عبود لخارج الملعب. رمي التماس لصالح نادي الكويت. مشاري العنزي وإلى ملعوبة من رمية التماس. فاول لصالح العربي. فاول لصالح العربي. مدرب النادي العربي. والبحث عن الحلول في هذه المباراة أمام المتصدر نادي الكويت. كرة ملعوبة في الأمام إلى فيصل عجب لكن بالطول. شاري العنزي والكرة اللي خارج الملعب. رمي التماس لصالح العربي. كرة ملعوبة. علي عتيج العربي قلفة بالطول مقطوعة. شاري العنزي مقطوعة لصالح العربي. توريس بيكملها ناحية اليسار إلى فيز ويد ماريو سيلفا نغلة. بلعب نادي الكويت أصبح العربي الآن الانتشار، لكن مهاجم وحيد ومراقب بشكل جيد فيصل عجب. كرة منغولة يوسف ناصر إلى جمعة سعيد، أحمد إبراهيم بغطي إلى عمار البلوشي تنقل في فاول لصالح العربي. فاول لصالح العربي يوسف ناصر. احتكاك مع الشمالي لكن التدخل خطأ لصالح العربي. خطأ لصالح العربي.
وصلنا للدقيقة 35 متقدم نادي الكويت بهدفين مقابل لا شيء لصالح العربي. رمية تماس ملعوبة، ماريو سيلفا مقطوعة لصالح العربي، ماريو سيلفا بالنص، خافير توريس الشمالي بيرجع على جمع عبود، خافير توريس اسباني اللي طلب ان يستمر مع النادي العربي بعد ما ابعد ايضا الاسباني الاخر في خط الدفاع، والكرة منغولة بالخطأ الى نادي الكويت. سامي الصانع بيلعبها في الامام الى جمعة سعيد، جمعة سعيد لكن توريس قطعها الى يوسف قلفه ينقلها، مقطوعة الى مشاري العنزي الى عمرو ميداني. فهد الاجري نقله ناحيه اليسار، مشاري العنزي الى فيصل زايد، مشاري العنزي مره ثانيه، عرضيه خطره لكن بيشيلها احمد ابراهيم. دفاع العربي، ماريو سيلفا بيستلمها، البرازيلي قدم مباراه جميله في مباراه افتتاح الدوري العربي والسالميه، ماريو سيلفا وسجل مع العربي هدف جميل جدا، والمستوى العالي اللي قدمه يوسف قلفة. كره معه لصالح العربي، بيحاول يمر ما بين الاثنين لكن في فاول، في فاول، في فاول. فاول لصالح العربي، فاول من جهة اليمين لصالح العربي جانب المنصة الرئيسية في استاد صباح السالم، حضور سيد مرزوق الغانم، خالد الغانم رئيس النادي، نادي الكويت، وعبد العزيز عاشور ومجلس إدارة العربي، أيضا لمتابعة هاللقاء والاحتفال باعتزال أحمد النجار لاعب النادي العربي. وإلى الآن شوط أول في بدايته مثير، من بعد الهدف الثاني لصالح نادي الكويت أصبحت الأمور هادئة جدا، توقف كثير، احتكاك، التحام ما بين اللاعبين، إصابات. إلى الآن العربي قدم ثلاث هجمات خطرة، راية مرفوعة أوفسايد، وجمهور نادي الكويت ما زال يعني يشجع يفرح، تقدم بهدفين، لكن إذا العربي سجل أول الأهداف في الشوط الأول ممكن تتغير المباراة، تصبح تركيز عالي بنشاط عالي في المواجهة بعيدة عن الأخطاء. شوف الآن خطأ، توقف المباراة بسبب الأخطاء. كرة ملعوبة، عمرو ميداني إلى عبد الواحد سوسوكو، فيصل زايد، يوسف ناصر بالطول يتابعه، فيصل زايد يتقدم، بمر فيصل زايد، في فاول، فاول، فاول لصالح نادي الكويت، فاول لصالح نادي الكويت خارج منطقة 18 من جهة اليمين. شوف الإعادة، إعادة مع اللعبة اللي أخذ فيها قرار حكم المباراة علي محمود بوجود خطأ لصالح نادي الكويت على يمين مرمى النادي العربي، في مكان خطر، في مكان نادي الكويت عند الكثير من اللاعبين ممكن يلعب هذه الكرة، ممكن تكون خطرة.
شايف فيصل زايد البريتشي اخذ الراي مشاورات البريتشي يلعبها ولا فيصل زايد اول بريتشي ولا زايد بريتشي ولا ابو زايد زايد حطها لكن تضرب حيط البشيري بريتشي بيتابعها خطره بتمر عبدالله البريتشي تركها لفيصل زايد لكن تابعها بعد تغطيه دفاعيه مرت قويه بعيده عن مرمى النادي العربي لتبقى النتيجه كره ملعوبه خفير عمار لوشي بيلعبها بالخطا الى نادي الكويت جمعة سعيد كره مع كاديرون ناحيه اليمين هذه خطره على المرمى خطره مرت على المرمى بخارج الملعب عمار بلوشي ينقل كره بالخطا استغلها الحقيقه نادي الكويت لكن حطها بجانب القائم الايسر لنادي الكويت كره ملعوبه لصالح العربي علي عتيج يرجع براسه مع الملعب لكن مقطوعه الى نادي الكويت يوسف ناصر عبد الله البريتشي بريتشي بينقلها ناحيه اليسار الى فيصل زايد قضيه ملعوبه عند بالراس لكن عمار بلوشي لعبه كانت بين كالجيرون لكن عمار بلوشي حاضر طبعا سليمان عبد الغفور عائد من اصابه وفي مرحله الاستشفاء لكنه موجود ويتمرن مع النادي العربي ان شاء الله يعود بالسلامه حارس النادي العربي ومنتخب الكويت فاول لصالح العربي خفير على التنفيذ فاول لصالح العربي يتركها الى يلا الشمالي يوسف قلفه كرة ملعوبة لصالح العربي محاولات عبد الراس خطرة لكن بيد حارس المرمى حميد القلاف حلوة خفير حط له كرة براسه رايحة على المرمى لكن حميد القلاف بيغطي في المكان المناسب في هذه اللعبة كرة ملعوبة جمعة سعيد فيصل زايد جمعة سعيد أحمد إبراهيم يبعدها لخارج الملعب رمية تماس داركو يبحث عن هدف التعديل هدف يغير الأمور في أرضية الملعب مع دخول الشوط الثاني كرة ملعوبة نادي الكويت سيسوكو بيحاول ماريو بيغطي لخارج الملعب رمية تماس كرة ملعوبة من رمية تماس بشاري العنزي يوسف ناصر سيسوكو بيحاول مقطوعة ماريو ايضا لصالح نادي الكويت رمية تماس صحيح ان سيطرة ميدانية نقول انها لنادي الكويت لكن ايضا في محاولات بالنسبة لنادي العربي اذا نجمعهم الاخطر منهم اربع محاولات حاول فيها العربي كانت فيها خطورة أو حميد القلاف أنقذ فرصة تسجيل هدف لصالح العربي حارس مرمى نادي الكويت حميد القلاف
كرة ملعوبة بالنص إلى مشاري العنزي، لمسة بيحاول لكن مقطوعة، ماريو بيكمل فيها لصالح العربي، بينقلها حلوة ناحية اليمين إلى يوسف قلفة، يوسف قلفة بيحاول يمر بطول الكرة لكن عمرو ميداني قاطعها. الدقائق يعلنها علي الحرز حكم المباراة الرابع، احتسبها علي محمود حكم المباراة. كرة ملعوبة، هذه سينوسي، هذه المرة على المرمى، الله الله بيتابعها لكن حميد القلاف، حميد القلاف، حميد القلاف. 3 دقائق إذن دخلنا في الوقت بدل الضايع. حلوه ايضا حاول يتابعها، شوف شوف شوف، حلوه حلوه نوسي ثالثه، هو اختار لنفسه تسديد على المرمى لكن حميد القلاف يوقف الكره الثالثه. فرصه لنادي العربي، اول اول كرة ملعوبة، عمرو ميداني، نلعب في الوقت بدل الضايع 3 دقائق. كرة اللعب، جمعة سعيد ناحية اليمين في وسط الملعب، أول كرة اللعب إلى جمعة سعيد، حاول 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 جمعة سعيد بيحاول أيضا يحتفظ بالكرة من ثم الاستفادة من أي التحام لصالحه، هو أيضا لاعب ذكي يختار الأسلوب اللي يعطي الأفضلية الحقيقة باستملاك الكرة لصالحه، أن يحافظ على الكرة لصالحه، هو حق مشروع. كرة ملعوبة نادي الكويت، عبد الله البريتشي، هذه مقطوعة، ماريو إلى فيصل عجب، بيحاول فيصل عجب بتمر، خطرة خطرة خطرة، سيسوكو بيشيله بالنهاية، فرصة كانت، كرة كانت مقطوعة لصالح العربي وكان ممكن يستفيد منها لكن مرت خطورتها، مرت خطورتها من فيصل عجب، مرت خطورتها. أول لصالح نادي الكويت، فيزويد شوف الإعادة، يعني كان ماسك وضاغط لاعب المنافس، وتنبيه وإنذار شفوي من حكم المباراة علي محمود، لكرة ملعوبة مقطوعة لصالح العربي في الأمام إلى سينوسي بيأدي ما عليه الحقيقة بجهة اليسار، شاغل المنطقة بشكل جيد هذه سينوسي إلى فهد الهاجري، شاري العنزي، علي عتيج قاطعها لخارج الملعب، رمية تماس ملعوبة على طول، علي عتيج وصافرت نهاية أحداث المباراة. مشاهدينا 2 نادي الكويت لا شيء، العربي يوسف ناصر سجل الهدفين، شوط أول انتهى. ننتقل إلى الاستديو التحليلي مع الزميل خالد العتيبي، مشاهدينا خلكم معنا. شكرا زميلي المعلق طارق الملا. إذن الكويت يتفوق في الشوط الأول على النادي العربي بهدفين مقابل لا شيء، سجل هدفي الكويت اللاعب يوسف ناصر، الهدف الأول هذا طبعا عن طريق اللاعب يوسف ناصر في الدقيقة 6، وأيضا الهدف الثاني كان في الدقيقة 17 عن طريق ركلة جزاء ليوسف ناصر احتسبت في الدقيقة 15، وتم تسديد الركلة الأولى لكن تم إعادتها بسبب دخول فيصل زايد إلى منطقة الجزاء، وأعاد يوسف ناصر وسجل الهدف الثاني له ولفريقه الكويت على النادي العربي. سنتحدث اكيد عن مجريات الشوط الثاني، الشوط الاول، مع ضيوفي المتواجدين معي داخل الاستديو دكتور عبيد الشمري والكابتن وليد نصار والكابتن فايز فريح. اذا ابدا معك دكتور عبيد، شوط اول يتفوق الكويت على النادي العربي بهدفين مقابل لا شيء، قراءتك الفنيه لمجريات هذا الشوط؟ والله شوط يعني نقول متوسط فنيا يعني، لكن العربي كان اليوم اعتقد افضل شوط ممكن يقدمه في كل المباريات اللي لعبها. نعم، لكن طبعا دائما الاهداف لما تدخل في وقت
يعني متقدم يعني بداية المباراة دقيقة 4 يعني أعتقد الهدف يتحمله علي عتيق يعني كان ما انغض على اللاعب، كذلك حارس المرمى عمار الكرة ما كانت يعني صعبة بالنسبة له، فاستطاع يوسف ناصر أن يسجل الهدف الأول. الهدف الثاني في الدقيقة 21 وفي لغط على الهدف، هل الكرة داخل أو برا؟ يعني يمكن المحلل التحكيمي هو اللي يحدد طبعا الكرة هل هي يعني، لكن مجمل المباراة العربي استطاع أن يلعب روح عالية وقدم يعني مستوى جيد وحاول أن يجاري نادي الكويت، لكن نادي الكويت كانت الأريحية له نفسي تعتقد بداية المباراة سجل هدف وسجل وعقب يعني دقيقة 21 سجل هدف ثاني، فأول 20 دقيقة تقريبا نقول سجل هدفين الكويت. فمجمل مباراة الكويت مهارته الفردية، خط وسطه، سيطر على الملعب، العربي خطوط كانت متباعدة، لعب فردي بين يوسف قلفة نعم. والسنوسي استطاع يعني أكثر من هجمة يضيع يعني، لكن مجمل مباراة شوط أول يعني نقول الكويت تفوق فيه بالنتيجة يعني. نعم كابتن وليد نصار، شوط أول مثل ما ذكر الدكتور عبيد تفوق الكويت بالنتيجة بهدفين مقابل لا شيء، لكن على معطيات الشوط والرؤية الفنية اللي تابعتها من خلال الشوط الأول. أنا أشوف كان شوط جيد من قبل نادي الكويت مقابل الارتباك اللي ظهر في نادي العربي الشوط خاصة بالربع ساعة الأولى، كان تقارب الخطوط عند نادي الكويت يعني كان هو سمة هذا الشوط. نعم. زائد أن الضغط العالي اللي بدأ فيه لإحراز هدف مبكر ليرتاح من خلال هذا الشوط وعزز بهدف ثاني، قاعد نشوف تحركات اللاعبين ونقل الكره واللعب المركب كان واضح على نادي الكويت خاصه في الثلث الهجومي في وسط فريق نادي العربي، وشفنا يمكن الرقابه كانت ضعيفه من قبل اللاعبين العربي، لذلك نادي الكويت تفوق في تناغل الكره. بالاضافه ان نشوف الكويت نوع باللعب من العمق من الاطراف عن طريق الكرات العرضيه، ايضا استفاد بوجود يعني خلينا نقول رؤوس الحربه الصريحين جمعة السعيد ويوسف ناصر لإرباك خط دفاع النادي العربي، وهذا مبتقاهم وحصل على هدف مثل ما قال محمد دقيقة 4 وضربة الجزاء في الدقيقة 17 من المساندة الهجومية من قبل سامي الصانع. وشفنا الكويت يعني خلينا نقول مباراة الساحل ومباراة اليوم أمام العربي بدأ يظهر بمستوى عكس بدايته في بداية الموسم كان مستوى متذبذب، ولكن اليوم شوف بدأ اليوم حتى الرتم بدا يكون سريع عند فريق نادي الكويت. نعم كابتن فايز فريح، يعني نتكلم عن فريق النادي طبعا العربي نوعا ما ظهر بمستوى افضل يمكن من المباريات السابقه من خلال الشوط الاول. نعم يمكن في الشوط الاول الكويت كان هو ضاغط في مناطق عاليه على فريق النادي العربي، استطاع يسجل هدفين وبدا يعني يهدي في اللعب يتناقل الكره ما بينه وبين اللاعبين، لكن نوعا ما فريق النادي العرب حصل على بعض الفرص لكن ما استغل ولم يسجل. في البداية النادي العربي في أول تقريبا ثلث ساعة كان مشتت، كان مرتبك، عدم تنظيم في يعني في خط الدفاع، أو أتكلم على مستوى الدفاع بشكل عام. الفرص اللي حصلها العربي لو تلاحظ بمعاد انها دائما تجي في الربع الاخير من الشوط الاول، يعني حصل فرصه ماريون اللي سددها، ايضا فرصه سنوس اللي سددها وتابعها فيصل عجب وصدها حميد القلاب، ايضا الكره اللي الاخيره اللي قاتل عليها ماريون قطع الكره ومررها لفيصل عجب اللي ما احسن التصرف فيها. لكن انا بتكلم وياك على مجمل المباراه، او مثل ما تكلمت انا في بدايه المباراه قبل لا تبدا المباراه قلت لك ان العربي يبي يلعب دفاع منطقه، يبي يلعب على الهجمة المرتدة، ولكن اندفاع نادي الكويت وأيضا ساعد ارتباك لاعبين العربي في عدم الاحتفاظ بالكرة. وأنا في عندي حالة بمعادة ويحطونها لي راح تلخص لك الكلام اللي قاله أبو نصار والكلام اللي أنا بتكلم لك فيه. في نقاط مهمة، في نقاط مهمة زين صارت بهالحالة. أول شيء بمعاد من بدائيات كرة القدم في الواجبات الدفاعية أن الفريق المنافس عندما يعني يدخل منطقتك انت لابد ان الدفاع يكون 100%، ما في تهاون، ما في استسلام، ما في لاعب اي لاعب اي شوف عنها. هني شوف الكره، شوف كالديرون اللي راح توصل له الكره بعد عده تمريرات من نادي الكويت، هذا كان لاعب كالديرون. نعم. شوف المسافه ما بين بعيده قلفه وما بين كالديرون. خلي الحاله تمشي. نعم. الحين على اساس انا اقول لك هني ممكن ممكن قلفه يصعد مع اللاعب او ممكن اللاعب يصعد لاعب لان في لاعب واقف هناك فاضي ما عنده اي يعني اي مهام، لذلك اصعد لاعب استلم جمعه سعيد واصعد الشمالي
مكانه وكزافي يستلم. شوف كالديرون هنا بداية الهجمة اللي جاء منها الهدف، لاعب باص اللعب المركب يتكلم عليه الكابتن، ايضا مرر انقطعت الكرة ما وقف ضغط. شوف اللاعب احمد ابراهيم اللي استلم الكرة، انت قطعت الكرة وعندك في منطقة الجزاء تقريبا في منطقتك منطقة النادي العربي تقريبا 8 أو 9 لاعبين، من غير المقبول ومن غير المعقول انك تمرر باص غلط يرجع عليك بهدف، خصوصا لاعب خبره نفس احمد ابراهيم. شوف هنا لاحظ معاي كم لاعب في العربي، 9 لاعبين ابو معاذ في الحاله الدفاعيه العربي اللي انا تكلمت عليها، ومقابل 6 لاعبين من نادي الكويت لو استثنينا مشاري الغنام اللاعب اللي خارج اللعبه، 9 مقابل 6 وسجل هدف في اللعب هذا. لاحظ معاي يوسف ناصر وتحرك يوسف ناصر، ولاحظ معاي بدايه الخطا ما بين لاعبين النص متاخر كابتن اكزافي والشمالي، اضغطوا على فيصل زايد صارت الاتكالية في الكرة هذه، خذاها فيصل زايد بسهولة مرر وتم التسديد. شوف يوسف ناصر كابتن داخل ال 18 لاعب متروك بدون مراقبة، هذا الهدف اللي قاله كابتن عبيد يتحمل عليه عتيج. نعم يتحمل عليه عتيج في البداية لأن اللاعب يوسف ناصر داخل 18، مراقبتك للاعب لابد تكون 100%. هني احنا نتكلم عليها كابتن وليد ان اغلب لاعبينا في الدوري الكويتي يشاهد الكره ما يشاهد اللاعب، لذلك حصل الخطا اللي حصل. تسددت كره سهله، الكره اللي تسددت سهله وراحت عند يوسف ناصر الغير مراقب في منطقه ال 18 وسجل الهدف. هذا يعطيك ايحاء ان الدفاع العربي مرتبك، ولكن بعد ال 25 دقيقه او بعد النص ساعه الاولى بدا العربي لملم اوراقه، بدينا نشوف تحركات يوسف قلفة والهادي السنوسي، ايضا بدينا نشوف تحركات مارين. نتمنى ان العربي يعني يبدا الشوط الثاني مثل ما انهاه في الشوط الاول. نعم دكتور عبيد، يعني الكويت واضح الرغبه من البدايه، رغبه الفوز، رغبه التسجيل، الضغط العالي، التسجيل، اضاع فرص، يمكن الان شاهد بعض الفرص اللي اضاعها فريق نادي الكويت. ما في شك، لكن الشيء الغريب في نادي الكويت اليوم اللي افضل لاعب يعتمد عليه نادي الكويت لم يظهر مستوى. جمعة سعيد ما كان يعني اليوم في الفورمه، فعند اللاعب لان الكويت عنده لديه الحلول، عند البدلاء، عند اللاعبين، يعني لاعب ما يكون اليوم جيد الاخر يغطي مكانه. نعم. فالكويت يعني حتى البنيه الجسمانيه سيسوكو، جمعة، كالديرون، يوسف ناصر، كلهم يقاتلون على الكره. فيصل زايد كلاعب مهاري، بريتشي كلاعب، هذه الفرص يعني فرص نادي الكويت في الشوط الاول، يعني الكرات العرضيه حتى لعب الاطراف عندهم اثنين باكين، اثنينهم يعني متميزين، الصانع من ناحيه الهجوم اتكلم، وحتى يعني مشاري العنزي. فالكويت عنده حلول، يعني عنده فريق تحس انه يلعب على اطراف يمين ويسار، لكن مجمل المباراه يعني الكويت عنده افضل. انا وجهه نظري الكويت يعني عنده افضل، لكن ارتاح الشوط الاول، سجل هدف مريح جدا له باول دقائق، وعط الثاني بالدقيقه 20 تقريبا، فبالتالي يعني 17. فبالتالي يعني مجمل المباراه يعني 2-0 نتيجه مريحه بالنسبه لنادي الكويت. اعتقد الشوط الثاني الكويت راح يستغل الثغرات الموجوده في نادي العربي، لان العربي راح يحاول ويهجم، راح تكون في مسافات موجوده. نعم كابتن وليد نصار، الشوط الثاني المطلوب من فريق النادي العربي. شوف العربي ما كان سيء بالشوط الاول، ولكن كان تنقصه المسانده او الزياده العدديه بالهجوم. صحيح ان الفريق اعتمد على الهجمه المرتده، ولكن ما بعد انتقال الكره بالهجمه المرتده، وين انتقال اللاعبين من الحاله الدفاعيه الى الحاله الهجوميه؟ لذلك قاعد نشوف انه قاعد يعتمدون على المجهود الفردي مقابل 4 مدافعين من نادي الكويت، وهم متماسكين وفي تفاهم ما بين 4 مدافعين حتى بالتغطيه. فلذلك ان العربي يحتاج المسانده الهجوميه ما بعد الانتقال، انتقال الكرة، طبعا انتقال الكرة وراء انتقال لاعبين. بالإضافة أن العربي يحتاج أيضا أن يغلق المساحات في وسط الملعب. نعم. الكويت قاعد يعتمد على العمق الآن، يعتمد على الأطراف، ولكن اليوم ترابط الخطوط، العربي كان بشوط الأول تباعد خطوط، لذلك قاعد نشوف أن في مساحات استغلها نادي الكويت، ولكن على المدرب أن يعي هذا الشيء بالشوط الثاني. إذا هو بيرجع حق المباراة يجب الضغط على حامل الكرة، هذا الشيء مهم في وسط الملعب. وشفنا يمكن الكويت اليوم عنده أكثر من مفتاح لعب. نعم. ما اعتمد على لاعب واحد، فقاعد نشوف اليوم الكل قاعد يتميز بصناعة اللعب. فاليوم لازم يواجه المدرب العربي الشوط الثاني الرقابة اللصيقة أو الضغط على حامل الكرة. نعم
كابتن فايز فريح، احنا تعودنا على فريق الكويت دائما في بداية الشوط الأول يضغط، وهذا ما حصل وسجل هدفين. والإحصائية اللي عندي أنه هو في مباريات السابقة مع الهدفين لليوم، هو في الربع ساعة الأولى من الشوط الأول سجل 4 أهداف. أيضا لو نشاهد في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني أيضا يسجل 4 أهداف في المباريات السابقة. ممكن نشاهد الكويت أيضا يحاول باستمرارية الضغط على فريق النادي العربي. ومعاد هذا يسمونه التركيز الذهني. نعم. الكويت في أهم اللحظات، يعني الكويت لو ما سجل في الدقائق الأولى راح تكون المباراة صعبة عليه. العربي راح يبدأ يتماسك، يبدأ يضغط. لذلك الكويت عنده تركيز ذهني، عنده هدف محدد اني ابي اسجل اول 5 دقائق، اول 10 دقائق، اول ربع ساعه لابد اني اسجل، وفعلا سجل هدفين خلال 17 دقيقه. ايضا الاحصائيه اللي ذكرتها احصائيه مميزه، ان الكويت الشوط الثاني ايضا يعني ما هو ان تقدم بهدفين ابدا ارجع وانام على الهدفين، لان دائما في عالم كره القدم 2-0 دائما هي اخطر واصعب نتائج لان ممكن هدف واحد يربك حسابات الفريق ويعطي باور للفريق المنافس انه يبدا يضغط، ويعطيك انطباع انك ترجع تدافع، حتى لاعبينك بدون يدافعون. لذلك الكويت دائما وفق الاحصائيه اللي ذكرتها انه دائما ما يسجل في الربع ساعه الاولى من الشوط الثاني، هذه تعطيك ايحاء ان الكويت دائما ينهي الشوط الاول في ضغط او في تسجيل اهداف، ويبدا الشوط الثاني مثل ما انتهى فيه في الشوط الاول. هذا يعطيك تركيز اللاعبين، تنوع الهدافين في نادي الكويت. اليوم نشوف كالديرون يسجل، اليوم نشوف فيصل زايد يسجل، اليوم نشوف جمعة سعيد يسجل، اليوم نشوف يوسف ناصر يسجل، اليوم حتى سامي الصانع يصنع بلنتي، مشاري غنام مفتاح لعب مميز. ايضا انا بتكلم بطرق على النقطة اللي ذكرها الدكتور عبيد الشمري على جمعة سعيد. اليوم الكويت يملك حلول. في السابق كنا نقول الحل جمعة سعيد، الموسم الطاف كنا نقول جمعة سعيد وفيصل زايد. اليوم نادي الكويت يملك حلول عده، مفاتيح لعب صحيح جدا، مفاتيح لعب حتى على مستوى الباكات، حتى على مستوى الباكات. ايضا فهد الهادي لاعب مميز في خط الدفاع، ممكن يعمل لك فارق من كره ثابته، يعمل لك فارق من كورنر. ايضا في زياده العدديه لما في غياب الكابتن سامي الصانع كان يلعب جهه اليمين، ايضا كان مفتاح لعب مميز. لذلك اليوم الكويت يملك على مستوى الدوري الكويتي يملك جميع الحلول والمفاتيح اللعب اللي تعطيه الافضليه انه يكون مرشح قوي للحفاظ على لقبه. نعم. ايضا من خلال يعني الاحصائيات نشاهد فريق النادي العربي هو سجل 6 أهداف في الدوري، لكن جميع الاهداف سجلت في الشوط الثاني. اليوم امام منافس قوي، منافس يعني متصدر الدوري، امكانيات جدا عاليه. هل ممكن نشاهد العربي يسجل في الشوط الثاني؟ طبعا اكيد اذا بتسجل لازم يعني تسدد صح. انت الشوط الاول العربي له 3 فرص تقريبا، نعم، لكن التسديد ما كان يعني بالطريقه الصحيحه، نعم، اضاع يعني اكثر من فرصه. سنوسي كان جيد انه بجهه الشمال، كان لما مراوغته مجديه كان يعدي ويطلع كره عرضيه. فيصل زايد ما توفق، فيصل عجب ما توفق. العربي هم بعد كذلك عنده، نعم، مشكله في خط الوسط، نعم، يعني يلعب بطريقه ان يعني الجانب الدفاعي مغطي. نعم. الشوط الثاني يحتاج الى تغيير، انه حاول يضغط على حامل الكره يلعب هجوم داخل، فبالتالي هذا هو اللي كسبك، ان انت يكون عندك القدره والامكانيه، نعم، ان حتى لو يعني احيانا في فرق فرديه لكن انت تحاول، نعم، تلعب باقصى يعني جهد ممكن عندك. نعم. احنا طبعا تحدثنا عن الشوط الاول، ننتقل الان لمتابعه مجريات الشوط الثاني ما بين فريقي العربي والكويت الى استاد صباح سالم بالنادي العربي وزميلي المعلق طارق الملا. إذن مشاهدينا متابعينا، عودة لكم مع أحداث الشوط الثاني ومباراة العربي والكويت، ختام الجولة السادسة ما بين العربي والكويت. تابعنا تحليل المباراة مع الزميل خالد العتيبي والكثير من الأمور الفنية الخاصة في هذه المباراة. أتمنى التوفيق للفريقين في أحداث الشوط الثاني والبحث عن الأهداف
للفريقين إذا أراد نادي الكويت استمرار تسجيل الأهداف أو النادي العربي تسجيل الأهداف ليعادل النتيجة. فرصة الآن موجودة أمام العربي والكويت. كرة ملعوبة لصالح العربي ناحية اليمين. كلفة يحاول يمر يمر يوسف لكن الكرة اللي خارج الملعب كورنر. كورنر. ثلاث انذارات للاعبي نادي العربي بسبب الاحتجاج. ركلة جزاء كانت موجودة مع تقنية الفار. هدفين ليوسف ناصر. هذا تقريبا هو أبرز حاصل الشوط الأول. كرة لصالح نادي الكويت. عبد الله البريتشي منقولة في الأمام إلى يوسف ناصر ناحية اليسار داخل منطقة 18 ممكن تكون فيها إفادة لكن منقولة إلى جمعة سعيد خارج 18. الله عمار بلوشي. عمار بلوشي يبعدها لخارج الملعب. حلوة حلوة حلوة. أول هجمة بالشوط الثاني لنادي الكويت. شوف 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 جمعة شوف حظة قوية شوف عمار بلوشي. حلوة حلوة. أبعد فرصة هدف لنادي الكويت عمار بلوشي. حلوة حلوة. كورنر كورنر لصالح نادي الكويت. كورنر كورنر لصالح نادي الكويت. رايشي على التنفيذ. اللعب تنشاب الراس جمع عبود. ما زالت خطرة. رميداني مع سعيد يطلعها ناحية اليسار إلى البريتشي. بريتشي مرة ثانية يلعبها طويلة. خطرة هذه الكرة فيصل زايد. فيصل زايد بيعطيها متابعة يوسف ناصر. خطرة ما زالت خطرة خطرة لكن لخارج الملعب. أيضا كورنر أيضا كورنر كورنر. عبد الواحد سيسوكو بيحاول يتابع كرة لكن في تغطية والكرة لخارج الملعب لخارج الملعب. كورنر مرة ثانية كورنر مرة ثانية لصالح نادي الكويت. بريتشي أيضا هو اللي راح يلعبها لكن علي محمود عنده توجيه. توجيه اللاعبين عدم الاحتكاك في هذه المرحلة عدم الضغط اللاعب المنافس. جمع عبود شيلها يرجع ماريو سيلفا بيشيلها ناحية اليمين إلى فيصل زايد. فيصل زايد إلى يوسف ناصر بيتقدم يوسف ناصر. حلوة حلوة من قول عرضية خطرة لكن عمار بلوش. حلوة عمار بلوش. حلوة بيدخل في الوقت المناسب ينقذ أيضا كرة ممكن تكون فيها خطورة لمهاجمين نادي الكويت. ملعوبة على طول إلى يوسف قلفة. يوسف قلفة حلوة الانطلاقة حلوة المرور لكن بالطول إلى ماريو سيلفا بيكملها ناحية اليمين إلى علي عتيج. علي عتيج بيلعب كرة عرضية لكن ضعيفة بيشيلها الأجري ترجع مرة ثانية إلى الشمالي. الشمالي بيغير فيها الكرة ناحية اليسار بشكل حلو. السنوسي حلوة بيمر حلوة شايد لكن بعيدة بعيدة. فكرتها حلوة فكرتها حلوة هي الثالثة لكن كورنر كورنر هي يعني لمست أحد اللاعبين. كورنر لصالح العربي. كورنر لجمهور نادي الكويت. بدأت الجماهير الكويتاوية والعرباوية مع البداية. قدم الإسناد يوسف قلفة يتأكد معه أيضا علي محمود حكم المباراة بسلامة اللاعب. كورنر لصالح العربي. السنوسي الهادي راح يلعب الكرة. اللعبة كانت من السنوسي الهادي وكان جيد أخذ أخذ المساحة المناسبة لكن هذه كورنر الآن لصالح العربي. اللعب تمر ماريو. ماريو بيرجعها مرة ثانية عرضية تحت بالرأس خطرة لكن حميد القلام. حلوة حلوة. خافير خافير توريس بيحط له كرة برأسه. هذه الثانية الأولى عنده لعبة أولى في الشوط الأول وهذه اللعبة الثانية أيضا لعبة برأسه كانت يعني فيها ضعف وسهلة لحميد القلام. رد الآن من النادي العربي بعد هجمة نادي الكويت. المباراة أصبحت الآن مفتوحة ما بين لاعبي الفريقين.
العربي يبي يسجل هدف، نادي الكويت ايضا يبي يسجل ويأمن على الهدفين، وفريق ايضا كبير لم يخسر اي مباراة من الخمس اللي فاتت ما عدا تعادل وحيد مع نادي القادسية. كرة ملعوبة لصالح نادي الكويت، هذه خطرة ممكن تكون خطرة لكن لخارج الملعب من لاعب نادي الكويت كالديرون. كالديرون كرة ملعوبة في الأمام، جمع بو طويلة ناحية فيصل عجب بالطول مقطوعة، عبد الله الفريشي بيرجعها إلى سامي الصانع عمرو ميداني، شيسوكو بيلعب طويلة ناحية اليمين إلى فيصل زايد اللي ماخذ مكان مناسب، فيصل زايد كرة مع نادي الكويت، عافيت زويد زايد عاول مر يرجعها إلى سامي الصانع، عرضية ملعوبة محاولة لكن بيد حارس المرمى عمار بلوشي. عمار بلوشي بيلعبها على طول إلى علي عتيج، كرة مع العربي ناحية اليمين بالنص، خفير يوسف قلفة مع الكرة ينتقل بالنص بالعمق، الآن يبحث عن زميل بيلعبها إلى الهادي السنوسي، السنوسي كرة مع العربي الآن نغلة إلى فيز ويد بحاول لكن سامي الصانع قطعها، يرجع مرة ثانية لصالح العربي، خفير العربي شايت من بعيد لكن سهلة بيد حارس المرمى حميد القلاف حارس مرمى النادي الكويت، حارس مرمى نادي الكويت جانب من الحضور، أيضا مباراة مهمة لتعديل الترتيب وتأمين الصدارة، إلى الآن الكويت بهدفين أمن إلى الصدارة، كرة مقطوعة لصالح العربي، سامي الصانع بيشيلها لخارج الملعب، السنوسي الهادي يتركها إلى فهد زويد، أحمد إبراهيم كرة مع العربي طويلة ملعوبة في الأمام ناحية فيصل عجب لكن مقطوعة، عمرو ميداني بيشيلها ترجع لصالح العربي، علي عتيج خفير إلى أحمد إبراهيم، العربي أنشط، العربي بادي أيضا لاعبين تمركز جيد في مرحلة مهمة، ماريو سيلفا، ماريو إلى الشمالي، شمالي توريس قصيرة عاولة ميداني ماريو قطعها ترجع لصالح العربي، خافير ناحية اليمين علي عتيج بيكمل فيها ماريو مرة ثانية ترجع علي عتيج، قلبة حلوة من لمسة علي عتيج، كرة ملعوبة عرضية، عرضية خطرة خطرة بتمر سريعة من أمام توريس والسنوسي، حلوة لعبة كانت جميلة لصالح العربي لكن مرت خطورته كرة اللعب سامي الصانع لكن في فاول أول لصالح نادي الكويت، شوف الإعادة توريس الضغط واضح لأن ممكن تكون فيها هجمة سريعة ممكن، واختار الخطأ التكتيكي خافير توريس الأسباني، كرة ملعوبة لصالح نادي الكويت النص إلى عبد الله البريتشي، بريتشي كرة معاه ينقلها ناحية اليمين إلى سامي الصانع، سامي الصانع بيستقبلها بيحاول يحافظ على الكرة لكن بالطول ترجع مرة ثانية مع سامي الصانع ناحية اليمين وفي فاول، أول عاد الكرة زويد وانذار هذا رابع انذار على النادي العربي غير مبرر يعني حتى لو كان القرار ليس من صالحك أو قراءة حكم المباراة لكن تبقى هي قرارات الحكم
تبقى هي قراءات حكم المباراة. فريق الاحتجاجية ينتج عنها قرار إداري، 4 إنذارات على لاعبين النادي العربي بسبب الاحتجاج، وممكن أن تفقد مجهودك في هذه المرحلة بسبب الاحتجاج. يمكن الحماس مؤثر، قلة التركيز، لكن يبقى حكم المباراة هو صاحب القرار. فاول لصالح نادي الكويت، عبد الله البريتشي فاول ناحية اليمين، لعبها عرضية انشال من ماريو سيلفا، ترجع لصالح نادي الكويت مع مشاري العنزي، بيرجعها ناحية اليمين، فهد الاجري بيستقبلها، بيرجعها الى سامي الصانع، سامي الصانع مرة ثانية يلعبها في الامام ناحية اليمين الى فهد الاجري، لكن احمد ابراهيم بيغطي الكرة لخارج الملعب. تكلم عن 11 دقيقة مرت احداث الشوط الثاني. كرة مع العربي، احمد ابراهيم الى جمعة عبود، خفير يوسف قلفة ناحية اليمين بينطلق بشكل سريع، يوسف قلفة يحاول يمر، يمر يوسف قلفة، هذه خطرة لكن بيغطي فهد الهاجري. دفاع نادي الكويت ومنتخب الكويت، هذه الكرة اللي يوسف قلفة يعني عمل مجهود جيد الحقيقة، لكن تغطية فهد الهاجري كانت هي الأقرب في هذه اللعبة. فاول لصالح نادي الكويت، اول كرة اللعب. اكبر نتيجة للنادي العربي في مرمى نادي الكويت، سجل 6 أهداف مقابل لا شيء، لكن هذه الكرة ملعوبة لصالح نادي الكويت. كالديرون ناحية اليمين بيلعب كرة عرضية، لكن احمد ابراهيم بيشيلها، بيلعبها طويلة، ترجع نادي الكويت، ترجع للعربي، عبد الله الشمالي بيلعبها الى السنوسي، سنوسي ناحية اليسار بيحاول ينطلق، ضاغط عليه اكثر من لاعب واكثر والثالث قاطعها منه، ترجع مرة ثانية احمد ابراهيم لصالح العربي، خفير توريس ايضا بيلعبها طويلة ناحية اليمين الى فيصل عجب، فيصل عجب لكن بالطول، وفهد الاجري دفاع نادي الكويت قاطعها لخارج الملعب. النادي العربي سجل اعلى نتيجة 6-0 في موسم 62، بينما أكبر نتيجة لنادي الكويت كانت 5-0 في موسم 75. فيصل إلى فهد الزويد، صالح العربي، أفير، علي عتيج، وسقوط لاعب، استمرار اللعب، وروح رياضية أيضا، شاري العنزلي خارج الملعب يلعبها يوسف قلفة في أرضية الملعب. والعادة يوسف قلفة إذن يظن أنه في احتكاك، وجانب من الحضور واضح جهود يعني الحضور عرباوي، حضور عرباوي، جماهير العربي صغير وكبير موجودين في المدرج. تغيير قادم لنادي الكويت، طلال الفاضل راح يشارك، كرة ملعوبة، عمرو ميداني لصالح نادي الكويت إلى جمعة سعيد، كالديرون، عمرو لبريتشي وإلى ناحية اليسار، نغلة إلى فيصل زايد، زايد بيلعب كرة عرضية إلى جمعة، هيها إلى البريتشي، بريتشي بيحافظ على الكرة، شايت على المرمى لكن سهلة بيد عمار بلوشي حارس مرمى النادي العربي. إلى الآن نتكلم عن كرتين فيهم خطورة، فيهم خطورة، على مرمى النادي العربي عمار بلوشي، ظهور جيد في الشوط الثاني. كرة اللعب
بالنص سيسوكو لمسة مع فيصل زايد، سيسوكو بيكمل بينطلق بيلعب ناحية اليمين إلى يوسف ناصر، يوسف ناصر إلى كالديرون، جمعة سعيد إلى عبدالله البريتشي، بريتشي كتل واضح قبل اللاعبين العربي أكثر، بلوك قوي الحقيقة الشق الدفاعي، والكرة مقطوعة والكرة اللي خارج الملعب، التغيير قادم، طلال الفاضل يدخل بديلا عن فيصل زايد، طلال الفاضل بديلا عن اللاعب فيصل زايد، غير أول في المباراة، غير أول سام السيد، إذن يعطي أفضلية وجود لاعب وسط أو التغيير التكتيكي في أرضية الملعب، ممكن أن نشاهد ونتابع أكثر من تحرك في أرضية الملعب، هذه كرة ملعوبة لصالح نادي الكويت إلى طلال الفاضل، سيسوكو، جمعة سعيد، كرة مع نادي الكويت، إلى طلال الفاضل، نغلة في الأمام إلى يوسف ناصر، سامي بطول على سامي لخارج الملعب، رمية تماس، هذا سامي الصانع هو كابتن الفريق في هذه المباراة، عمار البلوشي حارس مرمى النادي العربي إلى جمع عبود، طويلة ملعوبة في الأمام، عيد الأجري قاطع لصالح نادي الكويت بالنص، جمعة سعيد، طلال الفاضل، الفاضل يوسف ناصر، البريتشي بيلعب طويلة ناحية اليسار، كالجيرون لصالح نادي الكويت، نغلة بالخلف منطقة الوسط، طلال الفاضل، عمرو ميداني متقدم الآن، لاعبين نادي الكويت جميعا في ملعب نادي العربي، طلال الفاضل قدم عبا لكن سريعة، والكرة اللي خارج الملعب، بلوك قوي الحقيقة في الشق الدفاع العرباوي، بلوك قوي، رمي تماس، داركو استشارة أيضا موجودة، مدرب النادي العربي، كرة ملعوبة خفير توريس، فاول لصالح العربي، فاول لصالح العربي، ويلا ملعوبة، تكلم عن 19 دقيقة مرت أحداث الشوط الثاني، حسام السيد يعطي أول تغييراته مع دخول لاعب وسط بديلا عن المهاجم فيصل زايد، طلال الفاضل هو البديل، كرة ملعوبة في الأمام لصالح العربي، فيصل عجب ناحية اليمين، فيصل عجب إلى سنوسي ملعوبة لكن عمرو ميداني يبعدها، يتابعها سنوسي الهادي ناحية اليسار، عمل كرة جميلة في أحداث الشوط الأول، هذه الثانية بالشوط الثاني لكن لا يلعبها إلى قلفة، قلفة طلال الفاضل حلوة بيمر بيلعبها إلى جمعة سعيد، جمعة سعيد ناحية اليمين وفي فاول لصالح نادي الكويت، بالخطأ إلى العربي ماريو سلفا، طلاقة سريعة بيمر لكن في خطأ في انذار فعل لأن الكرة كانت سريعة، هجمة واعدة لصالح العربي مع تدخل مشاري العنسي والتأثير على ماريو سيلفا، لو كان يعني ماريو مر من هذه المرحلة ممكن تكون فيها خطورة لصالح العربي، انذار أول انذار لنادي الكويت، يعني شوف هذه الانذارات في أخطاء تكتيكية لكن انذارات النادي العربي
احتجاجية، أربع إنذارات احتجاجية، والفرق واضح في هذه النوعية من القرارات. لكن الكرة لصالح العربي، وأول لصالح العربي، واضح أن السنوسي هو اللي بيشوط. صحيح علي عتيج موجود، لكن السنوسي شكله هو اللي بيشوط، وشايف ماخذ وضعية راح يشوت على المرمى. العتيج هو الشايد، لكن بعيدة 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 عن مرمى نادي الكويت. العتيج بالنادي العربي، ركلة مرمى لصالح نادي الكويت. حميد القلاف كرة ملعوبة طويلة ناحية اليمين، جمعة سعيد هي مع البريتشي، ترجع إلى سامي ميداني، مقطوعة ترجع سامي بيلعبها إلى الكرة لصالح العربي. تلعب أحمد إبراهيم ويلا على السنوسي لخارج الملعب، رمي التماس لصالح نادي الكويت أيضا لخارج الملعب. يعني الوقت طويل الحقيقة لأي فريق إذا رغب العربي بالتعديل والتغيير، أو نادي الكويت ممكن يضيف، لكن أول تغييرات حسام السيد هو بيحافظ على النتيجة، أو بيحافظ أو أعطى تكتيك ثاني من خلال تمركز اللاعبين. لكن كرة ملعوبة لصالح العربي، علي عتيج بالنص إلى خفير توريس، نغلة ناحية اليسار إلى فيز زويد، زويد قدم يلقي الكرة إلى ماريو، ماريو حاول يمر لكن كرة لخارج الملعب. كورنر لصالح العربي، السنوسي الهادي على التنفيذ، كورنر ماريو تلعب، ماريو ماريو على المرمى، ماريو خطرة لكن بشيله مشاري، شيله شيله مشاري العنزي، تابعها يوسف ناصر ايضا يبعدها، كرة ما زالت لصالح العربي. إلى يوسف قلفه بيلعبها لكن بيشيلها عمرو، إلى وفي خطأ لصالح نادي الكويت، خطأ لصالح نادي الكويت لعدة أحمد إبراهيم وسامي الصانع. فاول لصالح نادي الكويت، فهد الاجري، سيسوكو، عبد الواحد الى ملعوبه في الامام الى يوسف ناصر، اقرب له احمد ابراهيم بيرجعها الى عمار بوشي، لصالح العربي مقطوعه ترجع للعربي، ماريو ماريو بيلعبها طويلة إلى فيصل عجب ناحية اليمين، فيصل عجب بحاول يمر يلعب كرة لكن بعيدة 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 لخارج الملعب، بعيدة لخارج الملعب. هذا فيصل عجب الكرة لخارج الملعب، رمية تماس علي محمود حكم من الدولي، حكام النخبة الدوليين الكويتيين نال التوفيق في قادم مشاركاته. هذه كرة ملعوبة لصالح نادي الكويت، جمعة وخطأ قرار عكسي، فاول لصالح العربي
أول قفير إلى ماريو مقطوعة ترجع للعربي عبد الله الشمالي شمالي إلى خفير إلى أحمد إبراهيم إلى السينوسي سينوسي بغير علوة ناحية اليمين إلى علي عتيج علي عتيج كرة معاه بيتقدم بالنص ماريو علي عتيج نغلة ماريو خفير إلى فهد الزويد كرة مع العربي حلوة النغلة لكن فهد الأجري بيبعدها إلى علي عتيج اللي بيتابعها لصالح العربي أحمد إبراهيم فهد الزويد كرة مع العربي تقدم فهد الزويد فهد الزويد بيرجعها بالنص إلى خفير 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 إلى سينوسي حلوة ماخذ مكان جيد سينوسي خطرة بيلعبها على المرمى لكن بعيدة خطرة بيلعبها على المرمى لكن بعيدة السينوسي الهادي مجهود جيد الحقيقة جت اليسار شوف شوف يعني أخذ له لاعبين وسدد لكن التسديدة كانت بعيدة وحطها بفنية الحقيقة السينوسي الهادي السينوسي الهادي كرة ملعوبة حميد القلاف ويلا بيلعبها لصالح نادي الكويت لكن اللي خارج الملعب بادي بادي يعني يحاول يتقدم لاعبين نادي العربي شايف ايضا ممكن العربي بيجهز لاعب كرة ناحية السينوسي الهادي ماريو لصالح العربي أحمد إبراهيم خفير أحمد إبراهيم بدأ الحذر إن يعني مع تحرك لاعبين نادي الكويت بادي تسكير المنطقة إحكام المنطقة لكن بادي العربي بيحاول يلعب كرة في ملعب الكويت وإلى في الأمام ملعوبة لصالح نادي الكويت أقرب لها جمعة عبود علي عتيج حاول أي كرة لنفسه ترجع العربي بالنص إلى خفير خفير ناحية اليسار السنوسي كرة مع العربي سنوسي بيحاول بيلعبها إلى ماريو ماريو سنوسي وانتو على طول هذه حلوة سنوسي حاول بمار بالطول مقطوع لصالح نادي الكويت إلى كالديرون كالديرون بيلعبها لكن قصيرة بالطول أقرب لها لبريتشي كرة معاه لبريتشي لكن ماريو 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 شايف العربي راح يجري تغيير بندر نهار عربي راح يجري تغيير بندر نهار رمي التماس لصالح نادي الكويت تلعب بالنص الى عبد الله الشمالي علي عتيج جمع عبود بنص الملعب العربي إلى خفير علي عتيج كرة مع العربي نغلف الأمام لكن بعيدة بعيدة أقرب لها مشاري العنزي إلى سوسوكو عمرو ميداني دفاع نادي الكويت طلال الفاضل سامي اللعب في الأمام مقطوع لصالح العربي كرة ما زالت في الملعب يمر سينوسي في فاول
أول وكانت مطالبة من نادي الكويت إن في لاعب مصاب. والسنوسي كمل اللعبة، يعني غير مجبر، لكن أحداث غير مرغوب فيها أكيد، أحداث غير مرغوب فيها أكيد. والاحتكاك وإنذار على عمار البلوشي، نار. احتج لاعبين نادي الكويت لعدم إخراج الكرة، لأن في لاعب كان بأرضية الملعب. وإنذار شايف على سامي الصانع، إنذار أيضا شايف، نجات مستمرة. شايف إنذار على جمعة سعيد، إنذار دار على جمعة سعيد أيضا. بدأت الاحتجاجات، شد الآن بدأ يكون حاضر. إنذارات إذن بقرار حكم المباراة علي محمود. كانت البداية من هذه اللعبة مع سقوط يوسف ناصر، وبعد ذلك عدم إخراج الكرة واحتكاك حصل ما بين السنوسي وسامي الصانع وعمرو ميداني. هل راح يكون في قرارات أخرى مع المطالبة بالهدوء؟ الكرة انتهت، انتهت بوجود فاول لصالح العربي. فاول إذن لصالح العربي، ويوسف ناصر قام بالسلامة. والتغيير ممكن يكون قادم لصالح العربي، بندر نهار يدخل، بندر نهار بديلا عن يوسف قلفة. تغيير إذن، بندر نهار بداية لسقوط يوسف ناصر. يعني هذه تحتاج لقراءة حقيقة بالشد التحليلي، هل يحق للاعب المنافس عدم إخراج الكرة؟ نشوف من بعد الفاول واحتجاجات بدت من قبل لاعبي نادي الكويت عدم إخراج الكرة، يعني هي المسألة محتاجة لقراءات ما نقدر نخوضها في هذه المرحلة. احنا الان نتابع المباراة، نتابع المباراة. فاول لصالح العربي، السنوسي بيلعبها على المرمى، الله، حلوة كورنر، حلوة حاطها السنوسي. الاولى تركها لعلي عتيج، لكن الثانية هو لعبها مرت ولمست احد لاعبين نادي الكويت لخارج الملعب. كورنر سنوسي بيلعبها، كورنر، محاولة انشال، متابعة ناحية اليمين
من ماريو سيلفا، سيلفا بيحاول بيرجعها الى علي عتيج، علي عتيج مرة ثانية ناحية اليمين لكن مقطوعة، ماريو يحصل عليه بند النهار بيستقبله بيمور بند النهار ناحية اليمين، حلوة لصالح بند النهار، حلوة حاول لكن مقطوعة 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 ومطالبة بوجود خطأ والكرة لخارج الملعب لخارج الملعب. بند النهار حلوة حلوة بند النهار، شوف 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 بند النهار حلوة حلوة بند النهار ومطالبة الحقيقة يعني من كل عرباوية، وهذه لعبة السنوسية على المرمى مرت ولمسها الحقيقة يعني حميد القلاف هو اللي لمسها، هو اللي لمسها، اللعبة كانت حلوة حلوة ورايحة خطرة على مرمى نادي الكويت، لكن الأمور مع دخول بندر نهار شكلها حلو ناحية اليمين، بندر نهار بيلعب بشكل جميل ناحية اليمين مع أول لمساته، أول لمساته بندر نهار، كرة ملعوبة لصالح نادي الكويت ناحية اليسار، لوب جميل لوب قصير لكن الكرة اللي خارج الملعب، حلوة اللعبة كانت من مشاري العنزي الآن بيحاول يمرر الكرة بلوب جميل لكن التغطية موجودة والكرة لصالح العربي، جمع عبود ما زال الوقت موجود، تكلم عن 9 دقائق وفاول فاول بندر نهار، كرة كانت ملعوبة لبندر نهار وفاول على مشاري العنزي، ماريو سيلفا بيغير ناحية اليسار، سينوسي الهادي إلى زويد، زويد يلعبها مرة ثانية لكن بعيدة بعيدة، بادي بادي يعني العربي تقريبا تكلم من الدقيقة 28 يكون خطر حسام السيد، أكيد يفضل التركيز على الحفاظ على النتيجة بأقل تقدير مع نشاط العربي، وفهد العنزي قادم في تغيير قادم، فهد العنزي كرة ملعوبة لصالح نادي الكويت اللي خارج الملعب، رمية تماس رمية تماس فهد العنزي هو القادم بالتغيير القادم، واضح يأخذ التعليمات الأخيرة من حسام السيد، كرة لصالح نادي الكويت، فاول فاول تغيير نادي الكويت، خروج كالديرون ودخول فهد العنزي، تغيير هجومي تغيير هجومي يؤجل بعد اللعبة، فاول لصالح نادي الكويت، دلال البريتشي كرة ملعوبة وإلى يتركها علي عتيج لخارج الملعب، إذن التغيير وتغيير قادم، فهد العنزي يلعب بديلا عن اللاعب كالديرون، يطلب منه علي محمود الإسراع خروج من أرضية الملعب، فهد العنزي استعد للدخول، فهد العنزي تغيير الثاني لحسام السيد مدرب نادي الكويت، كرة ملعوبة لصالح العربي، جمعة طويلة عبود يشيلها سامي الصانع، ترجع لصالح العربي، فهد زويد يمر فهد زويد مقطوعة لصالح نادي الكويت، يوسف ناصر إلى جمعة سعيد لكن تنشال تنشال، كرة ملعوبة مندر نهار صالح العربي، حلوة ماريو لكن مقطوعة، وإلى ملعوبة في الأمام إلى عبدالله البريتشي،
لبريتشي ليتقدم بريتشي وروح رياضية وروح رياضية. أحمد إبراهيم في أرضية الملعب. أحمد إبراهيم بالسلامة بالسلامة بالسلامة. أحمد إبراهيم بالسلامة بالسلامة. أحمد إبراهيم إذن النتيجة كما هي ما تغيرت. نلعب بدقيقة أو وصلنا لدقيقة 41 أحداث الشوط الثاني. رغم أن أحداث الشوط الثاني أداء عرباوي تغير عن الشوط الأول، شفنا هجمات شفنا يعني محاولات، وكان يعني دخول بندر نهار من لمستين الحقيقة عمل مجهود جميل جهة اليمين، لكن تبقى هي أفضلية بتقدم نادي الكويت في هذه المباراة بالهدفين خلال 17 دقيقة في أحداث الشوط الأول في هذه المباراة في ختام الجولة السادسة. بقى 3 دقائق، أكيد وقت طويل راح يحسب في من قبل حكم المباراة. توقفت المباراة بشكل كثير في الشوط الثاني. كرة ملعوبة خفير إلى علي عتيج، بندر نهار ماخذ مكان حلو حلو بندر نهار حلوة بمار بيحاول، لكن في فاول في فاول. فهد الأجري غير راضي غير راضي، لكن في فاول لصالح العربي. شوف الإعادة فاول لصالح العربي وانذار على فهد الأجري. دار على فهد الهاجري، دارات كثيرة خاصة بعد الشد العصبي اللي حصل ما بين اللاعبين. فاول لصالح العربي، فاول في مكان تكتيكي في مكان تكتيكي للاستفيد العربي ويعدل النتيجة من كرة ثابتة. فاول فاول العربي لعب ماريو محاولة لكن تشار من جمع سعيد يتابعها شاري العنزي. عبدالله البريتشي كرة معاه بيلعبها ناحية طلال فاضل، كرة تنشال لخارج الملعب لخارج الملعب. رمية تماس رمية تماس لصالح نادي الكويت ملعوبة على طول إلى جمعة سعيد. خطرة لجمعة سعيد خطرة تنعاد الله جول لصالح نادي الكويت، جول ثالث جول ثالث. جمعة سعيد جمعة سعيد يكمل مشوار الأهداف إلى 3 أهداف لصالح نادي الكويت. هدف ثالث هدف ثالث لصالح نادي الكويت جمعة سعيد. دقيقة 44 شوف جمعة سعيد خطف كرة من دفاع العربي وحطها بفنية الحقيقة. شوف الإعادة شوف جمعة سعيد وشوف اختيار زيد على المرمى. هدف ثالث لصالح نادي الكويت هدف ثالث. 5 دقائق لنا حكم الرابع علي الحرز احتسبها علي محمود حكم المباراة. تغيير
قادم لنادي الكويت. غير قادم كرة ملعوبة لصالح العربي. خفير ثلاثة أهداف لصالح نادي الكويت. دخلنا في الوقت بدل الضايع. كرة ملعوبة مقطوعة. فهد العنزي لصالح نادي الكويت. منقولة ناحية اليمين إلى سامي الصانع. سامي الصانع بيلعب كرة عرضية لكن بيشيل أحمد إبراهيم لخارج الملعب. رمية تماس. رمية تماس في الوقت بدل الضايع. تغيير قادم. عبدالله البريتشي. عبدالله البريتشي غادر الملعب. يدخل أيضا لاعب بديل راضي جمال العازمي. راضي جمال العازمي. رمي تماس لصالح نادي الكويت. طلال الفاضل. انذار تأخير. في لعب رمية التماس يتركها إلى سامي الصانع. والجمهور العربي لديه غادر لأنه خلاص يعني هدف ثالث رغم أنه كان في ضغط عالي من قبل اللاعبين العربي على مرمى نادي الكويت أو في ملعب نادي الكويت لكن بقيت النتيجة بدون أهداف. وسجل جمعة سعيد هدف ثالث. كرة مع العربي. فيصل عجب ينقل كرة في الأمام إلى ماريو لكن أقرب لها حميد القلاف. رغم نزول بندر نهار الحقيقة اللي كان تأثيره جميل لو كان حضوره يعني بشكل مبكر كان ممكن نشاهد يعني نجم شاب جميل الحقيقة في أرضية الملعب. بندر نهار كرة لخارج الملعب وفرحة كويتاوية في المدرجات لجماهير ومحبي نادي الكويت. كرة بالنص إلى الشمالي. الشمالي إلى ماريو. ماريو يتقدم بيلعبها ناحية اليسار إلى سنوسي الهادي. سنوسي الهادي تلعب إلى الشمالي بالخطأ بتروح إلى جمعة سعيد. جمعة سعيد وفي خطأ. فاول على جمعة سعيد. فاول راح نشوف الإعادة. شوف لمس على وجه اللاعب المنافس يعني هذه تعتبر من اللعبات الخطرة. لعبة من اللعبات الخطرة وممكن يكون فيها قرار إداري من حكم المباراة لكن هي رؤية حكم المباراة. اللعبة ممكن تكون غير مقصودة أو هي قراءات حكم المباراة. أصبحنا الآن في الوقت الأخير في الوقت بدل الضايع. سنوسي وفيصل عجب. فيصل عجب شايت بعيدة. نتكلم يعني المفروض نحلل هذه الكرات الثابتة الكثيرة كانت لصالح العربي وما استفاد منها الإدارات الكثيرة في هذه المباراة. كرة ملعوبة لصالح نادي الكويت. فاول لصالح نادي الكويت. فاول فاول لصالح نادي الكويت. لحظات أخيرة. ملعوبة في الأمام مقطوعة لصالح العربي. طويلة اللعب. ماريو تنقطع. نادي الكويت. عد العنزي كرة مع ناحية اليمين. عاول يوسف ناصر إلى عمرو ميداني ناحية اليمين. فتح جبهة من جهة اليمين إلى فهد العنزي. الفاضل كرة معاه يرجعها إلى شاري العنزي. كرة معاه بيحاول يمر تنقطع لخارج الملعب. رمية تماس. إذن علي محمود حكم المباراة ينهي أحداث المباراة بتقدم نادي الكويت بثلاث أهداف مقابل لا شيء. هدفين في الشوط الأول يوسف ناصر.
هدف الثالث لجمع سعيد أحرز في أحداث الشوط الثاني. أنا طارق الملا أودعكم مشاهدين قناة كويت سبورت، خلكم معانا نتابع أيضا في الاستوديو التحليلي الكثير من الأمور الخاصة في أحداث المباراة والشوط الثاني، إلى زميل خالد العتيبي.